مختار اهلين بالعقيد. اهلا وسهلا برسالة. اهلا وسهلا برسالة. اهلا وسهلا الله يبارك بعمرك يا رب. ان شاء الله الف مبروك يا ابو عبدو. الله يبارك فيك ابو عبدو. الله يبارك فيك حبيب اهلين وسهلين. شرف معلم. شو يا بطاي جاهز؟ ايه لعيونك جاهز. يلا الله يصلحك يا ابو وضاح على هالورطه. ايش جايب كل اهل الحاره؟ يا سواد وشك يا ابو عبدو من شباب الحاره، لو كنت عرفان بحسب حسابي. عوز شي يا بي؟ لا يا بي، حسبت حساب الشباب برا. ايه لكن رجلي برا عم يضيف راحه وسكاكر. سكاكر؟ منين اجت السكاكر؟ سكاكر؟ طيب شحن منذ ايدكم يا جماعه. تفضلوا تفضلوا يا شباب. تفضل ابو وضاح بديلك. لا تواخذني يا ابو عبدو، انا الحلو ما بيواتيني والله. سلامة قلبك ان شاء الله. تفضلوا شيب. تفضلوا. امني شو بدافي؟ امني. الشباب انضربت ايده بالسيف والدم عم ينفر من ايده نفر. يا علقمتي، مين هذا الشاب اللي انضربت ايده لك يا مو؟ ما بعرف، يمكن وضح. وضح ابن عمتي. وضح؟ ايه وضح اكيد هو. يا سلام، أول سيناي سيناي مجاري الهلا ونجيب. على قلبك بداشي، على قلبك حبيب قلبي. يا لطيف يا لطيف، شو صار لك؟ ماي شو صار لك؟ يا حبيبي عم رجال من بين ايدينا. ماي عم تلعب يا ابو لطفي، ضروري تقله صحتين يحتك. لا يخرب بيته، لو بيطلع ايده لا ياكل الدنيا كلها. لك شوفوا لحقوه. دحوا فجعان من طول عمره فجعان. يا لطيف والله لو ما لطف الله ليروح أكيد اللطائف. واحد والله يا جماعة، واحد والله. صلوا على النبي واتركوا الزلمة بهمه يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك علينا محمد. لك حط من إيدك، ما كفاك اللي صار فيك. خلاص ابن نجيب، حصتك من القطايف تاخدها معك على البيت. الله يخلينا مختار. الله يكرمك سيد راسي، الله يكرمك والله ما في منك. ايه والله ان شاء الله يا رب، وقت بيروح على بيتي يلاقي اولاده فايقين حتى ياكلوا لياهم. شو؟ لا سيد راشي، لا اكيد بيكونوا ناموا. شو فياهم؟ لا اعوذ بالله. اعطونا شغل نقطع الدم بس. هات ابو جمال لعيونك. خبرتكم فوق ايه؟ الله يرضى عليكم يا شباب، لا تخبروا حدا من الكباريه، ما بدنا ننزع الفرحه على خالي ابو عبدو. لعيونك ابو نور. وضح، خذ السيف وضربني على ايدي، وهي قدام الشباب. دمي مهدور لك. صلي على النبي. لك شاهير، شو عم تحكي انت؟ شغله بسيطه. اللهم صلي على النبي. عم بقول لك خذ السيف وجرح ايدي مثل ما جرحتك. لا حول ولا قوه الا بالله. يا شباب، مين في بيناتكم ابو ضاي بيجي يجرحني بايدي مثل ما جرحت وضاح؟ صلي على النبي شاهير. لك مين؟ لا اله الا الله. يا رب يا رب يا جرح حاله. لك اعطونا شيء شغله. يا الله الله يسامحك. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسامحك يا ابو فهد، شو عملت بحالك؟ الله عليك يا ابو. السلام عليكم. خير شهر جرح وضاح بالسيف. شو هالحكي؟ وين والله؟ برا عقيد. لا تجيب سيره دم الكباريه. ما
أمرك عقيد. يلا إذنكم يا جماعة. شوف يا عقيد مشوار صغير. على مهلك على مهلك. الله يصلحك يا أبو فهد. لك ليش هيك عملت بحالك؟ مو بإيدي لك وضاح. الله وكيلك مو بإيدي. لما شفت منظر الدمع ينفر من إيدك ما تحملت. لك أنت ابن عمتي. يعني كمان السيف له أهله. واحد لازم تضل عينه على غريمه. مو عين فوق وعين تحت. لا لا صفوان. ما حبيت منك هاي بنوب. وضاح أنا بعرفه. قد وقدود. لك عم نحرك شو؟ ابن عمتي وبعرف قديش وضاي. حركة شي وضاح. عفاف شوفي ابن عمتي على السريع سخني لي طنجرة مي صغيرة وجيبي لي رشة ملح بسرعة. مي سخنة وملح مشان شو؟ لك بعدين بحكي لك مو وقتها امشي. ايه يلا يلا شافي يا رب. مساء الخير. مساء النور. شو ليش لحالكم؟ وين وضاح؟ ليش وضاح ما كان معك؟ مبلا كان معي لما كنا عند الجماعة ببيت أخوك يا أبو عبدو، بس لما طلعنا طلع هو والشباب وما عاد شفته. قلت لحالي أكيد بيكون سبقني لهون على البيت. قولي على قامتي وين راح الولد؟ شبنا رويدا. شو هي ولد ما ولد؟ ما شاء الله وضاح صار رجال والناس بتحلف شواربه. أنا بالنسبة إلي بضل ولد. دخيلك يا رب وين راح بهالليل؟ يعني وين بده يكون رايح؟ اكيد سهران مع رفقاته الشباب، يمكن بالقهوة لانه الحكوات اليوم بده يبلش بالتغريبة. يابي بيقولوا تغريبة بني هلال حلوة كتير، جيب لي قصتها خليني اقراها. تكرم عينك سموح، بس شوفي الله يرضى عليكي بجيب لك اياها، لكن بشرط بس تقريها بتقريها لامك. لك شوفوا انا بشو وانتو بشو. لك خلص شبنا روق لك جساس شبك. أهلين أبو أدهى. أهلين أبو طه. خير إن شاء الله ما في شيء؟ لا لا خير خير خير. يلا لا أفتح المضافي. لا لا ما في لزوم. وضاح انجرح جرح صغير. شو؟ ما في شيء يا بي، شغلة بسيطة. طمن أبو وضاح، جرح بسيط. أخذته لعند مني على البيت وصفوان حط له دواء ولف له عن جرح. الله يطمنك. صفوان هلا راح يوصله لشاهر كمان. شاهر؟ شبو؟ ويدا تركبي وراي. لا انا ما بركب غير مع وضاح. اتركها صفوان، اتركها تركب هلا، بس تجي زكية تركب وراي. سميح اركبي وراي. لا انا ما بركب معك لانك ما بتعرف تركب على الفرس منيح. تقبر قلبي ان شاء الله. يا ريت الجرح كان لايدي ولا لايدك. انا السبب، انا السبب يبعد لحمة. لو ما اطلع لفوق مشان يشوفني ما كان انجرح. والله العملة اللي عملها شاهير ما بيعملوها غير القبضايات. مشان هيك يرضى عليكي بتاخدي درب طريقك وتروحي بكرة لعند أم شاهير وبتشقي عليه. على راسي. يلا تعال. فاهم. الله يعطيك العافية. مرحبا بياسير. أهلين مختار. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عم ياسين. طمني دخيلك وضح كيفه. لا الحمد لله بخير، الله يحمي لك المحروس ويفرحك فيه. الله يسلمك يا مختار، امرني. ما يؤمر عليك صالح، بدي تشكيلة خضرة تبعتها لمعارف لأبو مصري، وما تجيب سيرة قدام حدا. الله يرضى عليك، ربي يستر على الجماعة. الله يستر على جميع أمة محمد، الله يكتر خيرك يا كبير يا ابن الأكابر. لك انت الاصلي لك يا ابو ياسين، خلي لي اياك وتبعت لي تشكيله على البيت وبعدين بحاسبك على الكل. تؤمر مختار على راسي. السلام يا ابو ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الفخار؟ اهلين وسهلين مختار، بجلاله تدروا عنا يا ميت مرحبا. تفضل تفضل. وعلى طول بالاحاطه نازل. الله يخلي لك، والله بدي اروح على الحاصل. شلونكم؟ شلون الصحه؟ الحمد لله بشكر. ابو محمد شلونه؟ ابو رضا اليوم الحمد لله منيح، هلا جيت من عنده صار احسن. ايه الحمد لله. وديبو عنده؟ ما عم يتركوا بنوب بنوب. بس وضح كيف صار، والله قلقنا عليه. لا الحمد لله جرحه خفيف وما بيخوف. الله لا يشغلكم بال على غالي إلهي، بيخلي لكم أولادكم. أبو الفخر. أمرني مختار. معيتك بتنقيلي ثلاث دبايح مرتبة، وبيعاونك أبو محمد بتذبحوهم وبتعملهم حصص وبتوزعوهم على الفقراء والأيتام.
تمر تمر يا مختار. روق ابو جلدي، هاي المختار لك شغلي فخري. روقنا مختار، انا بحب امزح معه. الله يعافي لك يا مختار، ان شاء الله بتفرح فيه. الله يخلي لكم حبايبكم. الهي شي دراسي، ثلاث دبايح. ثلاث دبايح يعني؟ ايه ثلاث دبايح، مشان وضاح ومشان شاهر ومشان نصري. الحمد لله اللي ربنا سلمنا اياه. لكن مو كتير سي دراسي، ثلاثة والله كتير. لك مو كتير، هدول وجه الله تعالى شبنا بنجيب. سمعنا ابو الفخر، ثلاثة، لا دبيحة ولا دبيحتين، ثلاثة. شو بكم سي دراسي؟ شو حكينا؟ حكينا شي بيضحي؟ ايه مختار، ابو نجيب له حصة شي. والله انت شو رايك ابو الفخر؟ انا برايي والله بلاها. انت الله لا يوفقك الهي. ليش ما شنو هديك المره بالقطايف يا دوب لحقناه تلحيق؟ انا خايف هلا مع اللحمه يبلع اصبعته. سيد راسي انا خليني اخذ حصتي، وقت اللي بيصرني شيء حضرتك لا تلحقني منيح. مختار اموره بنجيب. هلا يعني اذا الواحد اخذ القشه والروس والمقادم بينحسبوا حصه شيء؟ لا سيدي، بالنسبه لك الروس والمقادم والأشياء ما راح ينحسبوا حصة. أبو محمد يرضى عليك، بتعطون روس والمقادم والأشياء وحصة من اللحم فوق. تمر يا مختار على راسي. لك الله يديمك يا مختار، أكتر خيرك إلهي. لك هلي بدي أفهمه، إنه مين بدي ينظف لك الأشياء إذا حرمتك مريضة وبناتك صغار؟ يحتك حريجة الشبنة مركدة بده يلاقي لهم بيعة. ليش البيعة سيد راسي؟ أنا منظفها براسي، منظفها يا حبيبي. والله أنا خايف يا جماعة يأكل الأشياء بخيرة. لك شلونها منجي؟ الحمد لله مختار، مو سيدة، لا منيحة منيحة. إيه الحمد لله. أبو صفوان ما تلاقي له دواء لابن نجيب يخفف من وجع المسكينة؟ يا بضح والله لقينا له دواء، قلنا له بكلف كم برغوت، قال لا خلونا على ورق الكينة. لك لأنه هدول بيعطفون ببلاش، بيحب البلاش. خلاص لفة ابن نجيب، أبو صفوان أعطيه الدواء وعلى حسابي. على راسي يا بضح، تأمر أنت. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله صحة وعلى. تسلم إيديك يا أمو. لك أمي يعني كان ضروري تجرح إيدك. ما قدرت يا مو، ما قدرت. هات عنك. بس بدي افهم شلون اجى من قلبك تشرح حالك؟ هذا وضح لك فهميه، عليم الله لو كانت الضربه جايه على صدره قتلته كنت نحرت حالي على الحارق. يا عن قلبك ولي على قامتي. هلا بيكونوا يا امي بيت ام وضح زعلانين منا. انا والله والله ما بيهون علي بزعل ام وضح، بس شو نعمل يا امي، هذا امر الله. معلش يا مو معلش، بيت ابو وضح اكبر من هيك. يا امي والله الضنا غالي، وهن الجماعة ما عندهم غيره وبيخافوا عليه من نسمة الهوى. تعرف يا تقبرني جاي على بالي يروح لعندهم وهنيهم بسلامته. يوه نحن كمان ابننا جراح. أهلين وسهلين بهالقامة وهالعين بنت عمي. طمنيني شلونه وضاح؟ الحمد لله صار أحسن. الحمد لله. شلونك عمتي؟ يتقبري قلبي أنتي، تقبريني. أهلين بالغالي بنت الغالي. يوه هلأ طلعت يعني أنا برانية؟ ليش أنا مو غالية عليكي؟ لا أيوه، شلون مالك غالية؟ بس أخي هو اللي رباني وبحسه مثل أبي، ورويدة اسمع على اسمي بحسها قطعة من قلبي. شلون وضح عمتي؟ إن شاء الله ماله عم يتوجع. قولي على قلبي يا عمتي، ليش وضح بحسسنا إذا عم يتوجع ولا لا؟ هي مرت خالك وبنت رويدة، لقوم استقبلهم. اي والله والله رويدة امبارح ما نامت الليل. يوه ليش؟ لانه هالدرسان امبارح كانت عم تتناوع على العرادة من الشباك، ولي على طولي وشافت وضاح شلون انجرح ونزلت لتحت، ويا على طولي هالبنت لا من تما ولا من كما، وبقدرت قادر لحتى قدرنا نصحيها. لك اهلين وسهلين بمرت خالي. اهلين تقبري قلبي، اهلين بالغالي تقبري قلبي. لك شلونك رويدة؟ اهلين بنت عمتي، شلونك؟ تمام الحمد لله. شلونه خالي وشلونه وفيقه وعليا؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله تقبريني، كلياتهم بخير. الهي فرحني فيك ويكللك بالرضا يا حق. ان شاء الله بتفرحي برويدة ورجدي. لك صحيح نسيت اسالكم، كيف هو محجوب الصغير؟ بخير، ببوس ايدك. ان شاء الله بيقبر قلبي، اسم الله عليه على هالحكيات اللي له شو صايرين. اسم الله حوله، الله يحرسه ويحميه. وين وضح هلا؟ بقطه تقبريني. عنده حدا؟ لا ما في حدا. لكان لا اطلع اطمن عليه قبل ما يجي حدا. يا مو اخوك فايق ولا نايم؟ لا يا مو فايق.
إلا كان الله يرضى عليك يساوي لنا فنجان قهوة لبين ما أطلع أنا ومرت خالك شق عليه. حاضر يا مو. تفضلي مرتخي نطلع لعند وضاح. يلا تقبريني يلا. تفضلي. ايه يا مو؟ ما تخالك بدها تشق عليه. ايه تفضلوا يا مو تفضلوا اهلا وسهلا. شلونك يا مو وضح؟ تشكو القاسي ان شاء الله. نشكر الله الحمد لله مرت خالي. اتقطع عليك على هالضربة. تقبرني يا مو ان شاء الله الجرح مو كبير. اه؟ ايه لا مرت خالي مو كبير مو كبير. شو طلعت لهون وليه مقصوفة الرقبة؟ يلا انزلي لتحت. ليه معلش مرتخي شافتنا طلعنا طلعت ورانا شو فيها؟ شو يا أكلتي بهدلة؟ في شو عرفني؟ شفتن طالعين لفوق أمت لحقتن. لا غشيمة قال يعني ما بتعرفي مين في فوق. شو معرفني يعني؟ إن شاء الله طالعك هالطلعة وأنت عروس يا حق. سميحة شو؟ وين القهوة؟ يلا يلا خلينا على القهوة. ترى يا جدي والله خسارة ويا حيف ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف هالزمان الرابع.